وزير التربيه شلونك؟ شخبارك؟ وين شو ماكو ضاع اخبارك؟ انت تدري بهاي الكوارث اللي صارت بالنتائج مال السادس؟ عندك علم؟ ما عندك احد وصل لك اخبار؟ نشديت عم تعال شوف الكوارث مال المدارس الاهليه، وين اللجان مالتك؟ وين المتابعه؟ وين الاشراف؟ تعال عم شوف ان المدرسين اللي ما يدرسون زين، انت المدرس من تاخذ لك حقنا فلوس من العالم وما تدرس؟ يا هذا اللي قبلنا لحتى جيك سارة مدرس الانجليزي، ها الو وسهلا، شلون ابنيتي يمك؟ اوه جود فيري جود، الجود فيري جود ماخذه 20 بالانجليزي، يا هلا منا. وبالسنتافي هاي ال 24 مدرس الكيمياء يا بعد عين، شلونها ابني قدك ابني؟ اوه ياخذ فوق ال 117 وبون 66، اية النتائج ماخذ 17، ها كان وين الجود فيري جود؟ هذا يا منا علي، هذا ابو العربي، شنو جي كلاس صاعد مدرس جي كلاس؟ ايه حياك الله، شلون ابني بالعربي؟ اوه لا تسالني ولا لا تجي المدرسه، المن يتعب روحك؟ ابنك ماخذ الاول على العراق وفلسطين، ها شلون هاي؟ يا بس هل على محا... قل لك مثل ما تقول، ايش قد ياخذ؟ ماخذ 166 على بوند 814، يا الله الاول كلش يا اخوي يا اخوي ب 2 ونص طقهن راح ما يدري يا هني منا هذا ولك يا هذا يا اخي شلون انت عند 2024؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا مدرس الفيزياء، بشر شلون ابني؟ مع الاسف عليك مخليه عندي وتسال على ابنك؟ والله العظيم ما يعني ما صدق انا زعلت يا اخوي، صل على محمد والله انشد على ابني، اقول لك والله العظيم زعلت، وخر 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 وانا بيش ماخذه منك الا 3 ملايين، ها يا اخوي صل على محمد، شلون ابني؟ ابنك السنة الأول على العراق بمعدل 120 بوند 210، يا اخو صل على محمد، اشرب بال 120 انا يعني ماخذ 23، ليش يا عمي يا وزير التربية؟ سلم لي على التدريس.